مبارك الخير، نحن اليوم في حزن ستترك الساح قاعا صفصفا فينا. نزلت منا مكانا ما له بدل، نهديك روحا وريحانا ونسرينا، وقد خبرناك جوادا وذا خلق تعلم الجود والأخلاق والدين. أما تواضع ذاك الخلق يا رجل، قد كنت فارسه وذرعته فينا. إثارك الجم أضحى في مرابعنا نورا يضيء قلوبا في نواحينا. قد يعجز الشعر عن مدح ويا عجبا، قد كنت فينا بشوشا لا تعادينا. ماذا أقول أبا الأواب من صفة، ووجهك السمح للأخلاق ساقينا. بل أنت مدرسة في أوج نهضتها، بالعلم تنفعنا بالهدي تهدينا. تزكو نفوس تروم اليوم تزكية، لما تخالط أصحاب النهى فينا. فلا نقول وداعا دائما أبدا، بل أنت فينا وأنت اليوم داعينا. بل أنت فينا بكل الحب تذكرة، بالعلم نذكركم ذكر المحبين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. Okay, I think we got enough of Arabic and Bhutan. Now let's go to the English part now. Okay, we'd like to call now the Tuk Prof. Dr. Ismail Rajab from the Faculty of Finance and Administrative Science. Please welcome. Such a wonderful, as the British say, jolly good fellow. But I also found him very perceptive. He can read minds, other people's minds. So it was easy to work with Prof. Mubarak because he understands our problems. He understands also what we need, you know, as a lecturer here. But as a friend, a good friend, and also as a dean, he is the one who really, what people say, meant business. He can say one thing, but believe me, you know, it is to be done, the job to be done, it has to be done. Now, as a friend, he will go out to help us. Such a good friend that he has been. But, Prof. Mubarak, I think we all will miss you. We're going to miss your wit or your wisdom. We're going to miss your sense of humor. Because you have been very, very informal when we meet. But then from the bottom of our heart, we wish you the best in your future.
But if you happen to drop here in Malaysia, let us know. We guarantee we can have a challenge. So please look for us. Thank you very much, sir, and good luck to you. Thank you very much. Thank you so much, Datuk, from Dr. Ismail Rajab, who was representing the Faculty of Finance and Administrative Sciences with its all professors, all together. Yeah. Now, we would like to call the Dean of Faculty of Language, Dr. Abdullah Ahmed Abdullah, who will also give his speech. Please welcome. I have to say, Associate Prof, sorry for the mistake. وأشكره على ما وفق إليه من قصد ميسر عسير، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين وسيد العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبدأ أولا شكر اللجنة المنظمة لهذا الحفل الكريم على هذا الجهد الطيب، كما أشكر لهم إتاحة هذه الفرصة لي لإلقاء هذه الكلمة لفضيلة الدكتور مبارك نيابة عن الزملاء، ويعني رغم أني أرى أني لست أهلا لذلك فأنا أقلهم علما وفهما، لكن يعني هذه فرصة طيبة لكي أعبر لهذا الرجل الطيب عما أشعر به وعما يشعر كل الزملاء تجاهه. لا غروة ولا عجب أن الجميع تحدثوا عن طيبته وعن سهولة التعامل معه، فهو بحق هذا الرجل، ويعني حب الناس شيء ثمين وغالي، هو أثمن ما يمكن أن تحصل عليه في هذه الحياة، وهو أيضا دليل على حب الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بلغ عن رب العزة أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريلا، إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل ثم ينادي على أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والدكتور مبارك لم يحظى بهذا الحب إلا عن استحقاق، فهو رجل الملمات، عهدناه دائما رجلا شهما لا يبخل بأي شيء، لا يبخل بنصحه ولا بوقته ولا بماله ولا حتى بنفسه لمساعدة الغير. فهو يعني حقيقة يعني عايشته عن قرب في الفترة الماضية، وهذا شرف لي، كنت مرافقا له في الفترة الماضية عن قرب، ولمست كل الصفات التي يمكن أن تلمسها في صديق مخلص وفي إنسان يسعى لمصلحة الغير. فهو نموذج مشرف للمسلم الواعي الذي يفهم ما عليه تجاه الآخرين، وهو بهذا الفهم الطيب يكون داعيا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وخير معين لطاعة الله سبحانه وتعالى، ويعي جيدا معنى الأخوة، والأخوة قيمة كبيرة لا يمكن أن أتحدث عنها في عجالة. الأخوة يعني قيمة
يعرف كل الناس أو يعرف الفطناء من الناس هذه القيمة. فالعرب قديما وعوا هذه القيمة وتحدثوا عنها، ومن أقوالهم المأثورة: رب أخ لك لم تلده أمك. وقد وجدنا في هذا الرجل الأخ الذي لم تلده أمهاته، كما قال شاعرهم: أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. وهذا في اللغة العربية أسلوب الإغراء، أيلزم أخاك. ويشبه الأخ بأن من ليس له أخ كالذي يذهب إلى الحرب بلا سلاح، فهو خير معين لنا في هذه الحياة. والأمثلة كثيرة من أقوال العرب ومن أشعارهم عن المرء: لا تسأل وسأل عن قريبه، إن القريب بالمقارن يقتدي. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فإذا وجدت سبيلا إلى مصاحبة الأخيار فلا تتردد، بل اسعى لذلك.